هنا بقى الكابلر زي ما انت شايف اهو. بص ايدك الايد دي كده والايد دي كده اهو، وداخلين جوه بعض. وساعة ما يخش جوه كل الراجل يعمله اللي هو يشيل اللسان ده. اللسان ده ممكن يترفع من الجنب زي ما انت شايف كده، تيجي على الجنب ترفعه كده اهو كده جامد، اعتقد جامد، يقوم فاكك الايه الكلتش ده فين ايدي، ده القفل. ده عباره عن مسمار داخل مخلي البتاعة دي مقفوله ما تتفتحش، اعتقد كده. ودي نفس الطريقه دي على الدراع ده كده، تيجي من هنا اهو كده، لما تيجي تبص على ايدي كده وتشد جامد، تشد جامد ومطلعه القفل فوق. لما تيجي تفصل المقطوره عن القطر وده خرطوم الهواء، شوف جامد ازاي. ودي زي بتاعت التراك دي، دي اسمها الجلاد هاندل. الجلاد هاندل زي ما يكون واحد شحات بيمد ايده عشان يشحت، فبيسموها الايد السعيده. وبالك واحده من هنا وواحده من هنا، هناك هي هناك اللي هنا باينه اهي، بص هنا اهو. فتيجي من تحت توصل انت بدي كده بدي، وتفتح المفتاح الهواء ده كده، يقوم موصل الهواء دي، ده خرطوم الفرامل. وتفتح المفتاح ده كده كده، يقوم مدخل لك الهواء. وزي ما انت شايف الخرطوم حكايه، الخرطوم حكايه يعني. والجلاد هاندل ده بالظبط زي بتاع التراك، واحده من هنا واحده من هنا وتوصل الهواء. ودي كانت شغلانه بتحتاج واحد مهندس عشان يعرف اللي يعملها.